الأطفال يا سادة من أهم المعاني اللي موجودة في حياتنا. أنا شخصياً ما بعتبرش الطفولة مرحلة سنية، أنا بعتبر الطفولة قيمة وليست مرحلة سنية، وتعلمت ده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نيجي نبص على مجتمعنا وعلى بيئتنا ونسأل السؤال اللي احنا دايماً بنسأله في حلقة النهاردة، بنسأل السؤال إيه اللي حصل لنا؟ احنا عرضنا جمال تدين المصريين، بس تعالوا نسأل إيه اللي حصل لنا؟ احنا عندنا ظاهرة لابد ان احنا ندرسها ونبص فيها بشكل واضح وبشكل قوي عشان ما نضيعش أجمل ما فينا، لأن أجمل ما فينا هم الأطفال. وهنا لازم نوقف وقفة مهمة جدا جدا جدا، وقفة تتعلق إزاي بنحترم لأطفالنا، إزاي بنقدر نتعامل معهم تعامل حقيقي يحافظ على قيمتهم ويحافظ على إن هم النور والبركة والفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا به. وعشان كده كنا لازم نتكلم، هو مجتمعنا إيه أخباره مع عمالة الأطفال؟ وخاصة كان امبارح اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وأنا النهاردة وأنا جاي أكلمكم وأسأل نفسنا قد إيه عندنا احترام لقيمة الأطفال. وعشان كده النهاردة هنتكلم إحنا موقفنا إيه من عمالة الأطفال، ولكن تعالوا نشوف أهلنا وناسنا قالوا إيه عن عمالة الأطفال. هي أولا ناحيتين، ناحية تعليم وجهل للأسرة، ثانيا عدم وجود وعي بحقوق الطفل ده إنه يعيش كطفل، ثالثا احتياج كثير من الأسر المصرية تحت خط الفقر الآن. والله هو اللي انا شايفه ان بالنسبه للعماله بتاعه الاطفال يعني نتيجه ممكن ان ما فيش توعيه من الاهالي، الاميه اللي جايه بشكل كبير موجوده في مناطق الاقاليم وفي مناطق الارياف بتخلي ان بيحصل هجره للناس دي في المنطقه زي القاهره او الجيزه، فبالتالي مخليه بشكل اساسي السمت العام للناس ان هي بتنزل اطفالها عشان تشتغل، لان هو شايف ان الموضوع بقى غالي وشايف ان بقى هنا بوبيلر لان الناس كلها بتنزل الاطفال، فاصبح ان دون شايفه ان هو حاجه طبيعيه. احنا عندنا قوانين رادعه بالنسبه لعدم تشغيل الاطفال، او في ضوابط معينه لتشغيل الاطفال للاسف ما بتنفذش، لا اصحاب المحلات بينفذوها ولا الاهالي بينفذوها ولا اي حد. والله ده كارثه بكل المقاييس، لان كده بتخلي الولد يبقى معاه فلوس ممكن يعمل كل حاجه يتمناها، لكن هو المفروض ان في قانون الطفل ان الطفل ما يشتغلش يكون دون سن ال 18. هي بصراحه الخلفه الكثيره وعدم وعي كمان، علشان ما فيش تعليم، يعني هم مش الجهل اللي احنا بنتكلم عليه، لا هو الجهل اللي ان هم يعني ايه ما عندهمش وعي ان هم مثلا يقدروا انهم اثنين او ثلاثه بكثير قوي يخلفوهم، علشان ما يبقاش عندهم عبء لما يجيبوا عيال كثير. الوضع المالي سيء جدا للعائله اللي هو يتربى فيها، وبرضه برايي عدم فهم العائله، الام والاب عدم فهمهم انه هذا بيسبب مشاكل كثيره للطفل في المستقبل. لا طبعا المفروض ما حدش من الاطفال يشتغل وهو صغير، اقل حاجه يوم ما يشتغلوا كلمان ده في دراسته لما ينضج بعد سن 16 على الاقل يشتغل يعني وكده. الاسباب التي ادت الى عمليه الاطفال ترجع دي كلها لمشاكل وقانون الاسره والنظام الاسري في المجتمع، لان في تفكك وحالات الطلاق كثرت في المجتمع بقت اعدادها رهيبه. موضوع عمليه الاطفال في السن ده غير قانوني، الحوار بقى ان الطفل يشتغل ده بسبب التفكك الاسري، كلنا بنشتكي دلوقتي من التفكك الاسري، الظروف الماديه برضو دي من الاسباب اللي بتؤدي ان الطفل يشتغل. في سببين، السبب الرئيسي قله الماده، والسبب الثاني الاسره، لان هي الاسره اللي بتبعت الولد انه يشتغل، هو ما بيطلعش يروح يشتغل لوحده، لازم الاسره هي اللي بتوديه.